الامير يخلي البيع لي. بارك الحي يا رب. قوس مال الله يعطيكم الصحة. السلام عليكم الاخوان. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم تقنيه صيد سمك البول. اليوم غادي نوريكم داكشي بالمراحل. اليوم غيكون فيديو تعليمي اكثر ما هو غيكون تشويق. يعني غادي تتعلموا معنا صيده البوري طريقه الخبز. الخبز غيكون هو هذا الباكيط. هذا باكيط هذا راه كيتباع عند الباتيسريات يمكن 2 دراهم ولا 2 دراهم و50. اول حاجه كنديروه كنشدوه كامله كنديروها في الماء كنخليوها واحد المده ديال ربع ساعه ما بين ربع ساعه حتى 20 دقيقه. كنخليوها تشرب الماء مزيان باش يدخل فيها الماء مزيان باش تطلق ديك الفتاته ديالها باش تطلق تولي بحال المسكه. ثاني حاجه اللي كنحتاجو وضروريه لجلب سمك البوري هو الخبز كرم. الخبز كرم راكم عارفين هو موجود الخير. الخبز كرم كنشدو حتى هو كنديرو في الماء باش يرطب. شرب الماء مزيان باش يطلق باش يتفرتت. تبقاو تعجنوا هذا الخبز الكرم حتى كيطلق مزيان الماء ديالو. نزلو اللقمه بحال هكا كنعصروها من الماء ديالها باش يتحيد منها هذاك الماء باش ملي نلوحوها في البحر نرشو بها تهود الفون تكون خاليه من الماء. هادي هي اللقمة الاخوان ديال الرشان. دابا غنمشيو نلوحوها في المكان اللي غادي نصيدو. بسم الله سيري قلبي عليك. جيبي المهم الاخوان اللي بغيت نشرح لكم بان البوري ضروري كيحتاج للرشان. الا ما كانش الرشان راه ما غتصيد السمك البوري. على الاقل يحتاج واحد نص خنشه ديال الخبز كامل. هذه قليله ضروري كتصيد هذيك الوقيته ديال 10 دقائق كتعطي ثلاثه اللقمات. 10 دقائق ثلاثه اللقمات. الا كان داخل عليك البوري مزيان هذيك الساعه راه كتقلل الرشان كتبقى تصيد عليه وكترش ليه قليل حيت انت داخل. الا ما كانش داخل كتبقى تخدم المصيد حتى كيجي. ضروري دابا هذا الرشان ملي كتهود الماء كتفرتت. اش كيبقاو غير دوك البقايا وداك الشيء ديال الخبز كارم غير شويه كيجي هو حتى كتكون ليه حليل الفتاته ديالك الطعمات كيجي قاصدهم ديريك يضرب. المهم الاخوان هاهي دابا راه دازت على واحد الوقيته ديال ربع ساعه تقريبا. حطوها هنا تصرف مزيان نعصروها من الماء حتى يخرج من هذاك الماء باش نفكوه. كل الفتلة ديالها كل الفتلة شوية شوية. الطرف الأول هذا خرجناه مزيان ولكن مازال خصو يتعصر. كنعطيو زويف يكون ناشف باش يشرب ليه هذاك الماء. كنحيدو له هذه ماشي طعمة. هذه ما غنطعموش بها. هذه قشره الفوقانيه ها الطعمه هي هذه كتخرج بحال هكا. هذه طعيمه بحال المسكه بحال هكا. هادو طعيمات شوف هادو طعيمات. المهم هما السنامرات. السناره النمره 15 16 17 كاملين صالحين للسمك البوري. حتى 14 هي صالحه للسمك البوري لان فمو صغير. هو شتو الطعمه بهذه الطريقه نخشيوها. ديما كنبقاو نخشيو كنخيطو خياطه وملي تبغي تهبط الطعمه كتهبطها بشويه. المهم بالنسبه للترقيعه راه الترقيعه طول من الترقيعه وما نديروش ترقيعات طوال. ها هي الميريور بلومه ديال 5 غرام كنخليوها كوليس كتمشي وتجي. الترقيعه شنو هادو هاد الترقيعه الاولى فين واصل يلا حتى واحد 20 سنتيم كنخرج الثانية حتى شي 30 سنتيم تقريبا. بنفس الطريقة الطعمة الثانية
هنخيطوها. المويه ضفت عينات ما كيتساسوش، كيبقاو مزيانين بحال هكا. اللهم يسالك يا سيدي، توكلنا على الله. المهم الحاجه الوحيده اللي كيتطلب البوري هو التركيز التام والكامل على راس القصابه. الى ما ركزتيش مع السمك البوري وكانت الكونسونطراسيون كبيره راه ما تشد السمك البوري، لانه كياكل بواحد الطريقه صعيبه، ما كيبينش الضربات، كيجي غير كيمصمص الطعمه، غير كيبوسها، غير كيمصمصها كي دير، ماشي كيضرب بحال الشرغو ولا الحداد ولا الزريقه، ولا كيبين الضربات ديال القصبه، القصبه كتبين، لا واحد شويه انت مركز مع راس القصبه يبان لك غير كيلعب بشويه، عرف راه سمك البوري راه خدام كيطحن في الطعم. يعني سمك البوري مدرسة الصيد. مدرسة الصيد، تعلمتي تصيد على البوري راه غتعلم تصيد على اي سمك مغربي. سير على الله في الحياة، اللهم بارك بارك. الحياة راه مقوص مع الحوت، ظهره مقوص. بلاتي شوية صبر بان صبر مخطوف صبر مخطوف بارك الله كيس عليك كيس عليك. أرى توقيفة دير لي دابا أنا. سير اللهم يسير. أها دوفان هذا ماشي بوري. تزيدي لهنا. هيبيع. شوية الخوت. أرو كان. قاسك ياك اللحية. هبط تالي. المهم خوش راه حصيله داش كتشي الله يجعل البركه، جبوريات صغار وواحد البوريه ما بيعش. سير اللحيه اللهم بارك. اراو كان بدا كيبان ياك. الخوت دابا راه كاينه غير الذهبيه، انت تشوفوا هي اللي قيصانه صعيبه في الشدان شويه، هذه كتسنسها الطعمه دغيا. شوفوا الخوت هاي على الفياسات، هذه المهم نجمعوها باش نشويها، نجمعوها باش نديروا الشوايه شويه وصافي. اللهم يسر. بوري الله يدخل اوليد اوليد ولكن رقبي ويا غيزر راه كان راه بدا يبان سبحان الله يلاه الرئيس. اها كي قاتب بوري دراعي ديال الفقراء بسم الله توكلنا على الله. نبيع وراه خص تقاتل مع قنان فور طبين، هاك الصباع عندي حلوه انا ديال البوري. طلعنا حتى لهنا طاح بارك الله. فينا هو هاد غزال؟ ما تيبانش. هاو
المهم النتيجه راه كتشوفوا الاخوان الحمد لله داكشي ناجح واخا البوري قليل المهم كنجيبوا فيها الحمد لله. البوري راه كيبغي سمع كيبغي تقاتل معاه بشويه ما تزربش عليه لان القنان في عنده طبيعي الا زربتي عليه بزاف غير طياره منك سوا تكون جلوه. المهم الاخوان راه حتى لهنا راه الحصيله غادا بشويه بشويه الله يجعل البركه وخا الحوت قليل. المهم راه هادو هما الكويريات اللي جاب الله شي جاب الله الله يجعل البركه. كاين الرقيق اليوم كثير وكاين السمسار حتى هو المهم بحال الدياسات بحال هادو وهادو راه الشوايه دايزين. غنتحولوا دابا لواحد السيد اخر على مولانا جاب الله شي تقويصه تقرينا غنبيتو المهم خوت دابا غادي نبداو نوجدو الشوايه ديالنا. ضربنا بوري الحمد لله كان قليل الله يجعل البركه مع الريح عامل الريح راه ما كيساعدش على صيد البوري حيت كيبغي الكونسونطراسيون في الراس باش تعرف دقات الا ما عرفتيش دقات ديال الراس الريح دابا ما كيبينش علاش داكشي ما صيدناش بزاف هادشي الله يجعل البركه. جاب الله البويريات الى التنقيه نقيوهم والريس عبد الله راه مكلف لينا في العويفيه. الله يعطيكم الصحة شي اللهم بارك شي مكيديرين هادو كملو هاهي الحياة هادو شوية بروفيسيونيل. بغينا نشرحو لكم واحد النقطة اللي مهمة لسمك البوري العوامل الأساسية باش تلقاه انه يكون في المصيد. العامل الاول هو الجو ضروري تكون الشمس خص يكون الجو شمس بحال هكا ما يكونش الغمام ما يكونش الجو ديال الشتاء قليفي كيقيس في هذاك الجو. عامل اخر هو الماء اليوم لقينا الماء حنايا غادي للحموريه البحر شويه مهزوز غادي للحموريه ما كياكلش في هذاك الماء كيبغي الماء ديالو يكون ما بين الصفاوه ما بين ما يكون صافي صافي بين القاع وما يكونش بحال داك الماء اللي هذاك الماء اللي داخل للهيئ باقي ما وصلش لهذاك. ومعلومه اخرى عاوتاني الا كان الماء صافي بزاف خصك دير ترقيعه ترقق ليه حيت البوري ولا كيخايل. والا كان الماء مظلم بزاف حاول تصيد عليه غير الفوق شويه ما تهولش الفندق بزاف. والرشان ديما الخدمه الرشان الا رشيتي في المصيد مزيان راه كيكون الحوت. والبوري كما قلنا لكم راه كيبغي الصبر الاخوان. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم حيت ما فيهش بزاف ديال المتعه اكثر ما فيه المعلومه. لقينا بزاف ديال لي كومونتير كيقول بانكم ما بقيتوش كتعطيونا المعلومات بزاف وليتو كتعطيونا غير التشويق والمغامرات وكتفاداو المعلومات. المهم هذا الفيديو هذا راه وضحنا فيه شي امور اللي بساط السمك البوري. نتمنى ان الفيديو يكون واضح وباين ودعموه ونشروه مع الاصدقاء ديالكم اللي باغيين يتعلموا هذه الصيده ديال السمك البوري. وان شاء الله لقينا فيه بزاف ديال التفاعل غنعاودو نعاودو فيديو اخر ونشرحو فيه لعيبات اخرين على مولانا.